في أبرز التطورات أيضا، هناك حملة جديدة ضد الاعتداءات على الأرصفة في منطقة وسط البلد في العاصمة عمان، نفذتها كوادر وأمانة عمان الكبرى بمرافقة الأجهزة الأمنية صباح اليوم. والحملة شملت إزالة الشوادر والبسطات المخالفة في منطقة سقف السيل تحديدا، فيما طالب تجار وأصحاب بسطات بالسماح لهم بعرض بضاعتهم على البسطات في هذا المكان يوم الجمعة فقط. كان تراثي معروف يعني له 40 سنه 45 سنه، الناس بيجوا بالانتيك لانها بتجيب السياح لهالبلد، وكل السياح 100% بيجوا عشان هاي الشغلات التراثيه، وكل المسافه 150 200 متر، ما بتسببش اي ازعاج للناس، والناس اصلا بيجوا عشان هاي الشغله، والمتسوقين احيانا بيجوا كمان بيجوا عشان الشغله بيشتروا من المحلات الثانيه، لانه والله بيجوا هذول المسخمين بخذوا بسطه زي هاي، هذا الزلمه بده يترزق بس. هاي البسطات بتحرك السوق على فكره، يعني لولا البسطات والله العظيم ما بنشتغل احنا، احنا طول عمرنا مشغلين على البسطات، سقف السيل معروفه. ناس حباب الله بدها تعيش. الله يرزقهم، يعني ما بياثروا علينا كمحلات، ممكن بيعملوا شويه عجقه، بالعكس هم بيجيبوا شغل النا، يعني لما تروح البسطات وتروح تنزل الحمله الامنيه احنا كمحلات هون اغلب زبايننا بكونوا وافدين. فالوافد لما يشوف الحمله الامنيه بيطلع من المنطقة ما بضل موجود. أنا ما أجي مسترزق عشان أدفع أقساط الجامعة، بس هم بيجوا بغلبونا كل جمعة، بيجوا مرتين وثلاث وبعد صلاة الظهر لحتى نقدر نبسط.